مدام صفاء، انا بعت لك عشان موضوع خاص بعبد الحميد افندي. طب وانا داخل ايه يا فندم؟ يعني عشان انت زميله من زمان ولك دلال عليه. اه تقصد سيادتك انه بيعتبرني زي بنته؟ اه طبعا طبعا، هو بيعتبرك زي بنته وانت بتعتبريه زي والدك، عشان كده انا هشتكي لك منه. مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ اصل اول مره اسمع ان حد بيشتكي من بابا عبده، لانه معروف انه موظف مثالي وما بيغلطش ابدا. الموظف المثالي ده مدام غايب النهارده بدون اذن، يبقى اكيد في مصيبه حصلت هي اللي منعته يجي، لانه لو كان حتى عيان كان هيخلي اي حد يسنده وكان هيجي الشغل برضه. على اي حال يا مدام، لازم يعرف ان احنا شركه محترمه، مش طابونا اللي يغيب يغيب واللي يجي يجي على كيفه. عايز يغيب مفيش مانع، يعتذر، يتكلم في التليفون. رفعت بيه، الاستاذ عبد الحميد ما عندوش تليفون، واكيد في حاجه حصلت هي اللي منعته يجي النهارده. طب ده النهارده يا مدام، وامبارح ايه اللي حصل امبارح؟ امبارح طلبت منه اسعار فروق التركيبات الصحيه بتاع مشروع المستشفى، واعتقد دي حاجه مهمه المفروض انها تبقى عنده لاي وقت اطلبها فيه، ما جابوش، وبالتالي التركيبات اتاخرت. لو حبيت اخصم منه اجور العمال اللي تعطلوا بسببه مش هتكفيني ماهيته 10 اشهر، انما معلش انا هكتفي بانذاره بخصم 15 يوم من مرتبه. رفعت بيه، ولو اني مش من حقي اتدخل في خصوصيات الاستاذ عبد الحميد، لكن الظروف اللي بيمر بيها دلوقتي ما يقدرش عليها شاب صغير، مش راجل عجوز في سنه، عشان كده برجوك يا رفعت بيه. مش عارف اقولك الحقيقه ايه يا صفاء، اول مره تترجيني في حاجه مش معقول ارفضها. شكرا قوي يا فندم، انا عارفه ان قلب سيادتك كبير. مدام صفاء، الظاهر ان نظرتي كانت في محلها لما صممت انك تستمري عندي هنا في السكرتاريه. انت موظفه مجتهده وعارفه كل حاجه عن الشركه وموظفينها وظروفهم، مش جوه العمل بس، لا جوه العمل وبره العمل، عارفه كل حاجه. ها كل حاجه صفاء، انا حاسس انك هتبقي دراعي اليمين. ده تقدير كبير يا فندم، والحقيقه انا مش عارفه اقول ايه لسيادتك. ما تقوليش اي حاجه يا صفاء، هتقولي ايه؟ انا مستي اني بعرف الشخص اللي قدامي من غير ما يتكلم، وعشان كده بيهمني ان الناس اللي بيشتغلوا معايا بحب وباخلاص وعارفين كل حاجه عن الشركه، بيهمني انهم يبقوا مستريحين قوي، مش جوه الشركه وبس، لا جوه الشركه وبره الشركه يا صفاء. الحقيقه كلام سيادتك ده مخليني، يعني مخليكي ايه يا صفاء؟ مخليني امشي بقى عشان ما اعطلش اشغال سيادتك. مدام صفاء، اللي بتقوليه ده غلط، اكبر غلط. اتفضلي. اكبر غلط ان البني ادم ما يفكرش غير في الشغل، لازم كمان يفكر في حياته الشخصيه، لازم يفكر انه، اتفضلي اقعدي، يفكر انه يستمتع بالحياه. عندك مثلا في اوروبا اهم حاجه بالنسبه للشركات ان موظفينها يبقوا مستريحين، لان الموظف لما بيبقى مستريح مش بينتج وكويس وبس، لا بينتج وبيحب الشركه كمان. الحقيقه يا فندم ده تقليد عظيم قوي، ويا ريت كل الشركات هنا يعملوا بيه. انا شخصيا بحاول، انما انا مش شايف اي تجاوب. انت مثلا موظفه مجتهده شايفه شغلك كويس، شايله حمل كبير جدا من ايام ما كنت مع الاستاذ عبد الحميد، ومع ذلك شوفي شكلك عامل ازاي، مرهقه وتعبان. ليه؟ عشان المشوار الكبير اللي بين بيتك وبين الشركه. انا شخصيا حاولت ان اوفره عليك واوصلك بعربيتي، رفضتي. عموما انا فكرت في حل بديل على الاقل عشان اريحك من حكايه زحمه المواصلات بتاعت الظهريه دي. قولي لي يا مدام، انت بتقضي الفتره بين الصبح وبين بعد الظهر فين؟ في بيتي طبعا. عظيم، بس ده بقى لازم يتغير. انا عندي اقتراح، انا متعود اتغدى في مطعم قريب هنا من الشركه. عندك مانع نتغدى سوا ونرجع بعد الغدا على طول؟ لا يا فندم، ما عنديش اي مانع مدام سيادتك عازم كل موظفين الشركة. عازم كل موظفين الشركة؟ ايه يا مدام؟ انت بتصورة ان انا هعزم كل موظفين الشركة ليه؟ فاتحة عكية؟ يا مدام انا عزمك انت لوحدك عشان نتكلم في شغل الشركة شوية. الشغل كان بودي والله يا فندم، لكن معلش نأجل الدعوة دي اليوم تاني عشان النهاردة مش فاضية. ليه، وراك ايه؟ عندي غسيل.